ونقيب الإعلاميين وكلنا تعلمنا من حضرتك، كيف ترى تعامل وسائل الإعلام مع انتخابات النادي الأهلي حتى الآن؟ هو وسائل الإعلام ما زالت تعاني من حالات الانفلات وعدم الالتزام بالمعايير المهنية، والإعلام الرياضي بالذات خطير جدا لأن جمهوره واسع جدا. نعم. وبالتالي أي أخطاء بيبقى صوتها قوي ونتيجتها يعني فاقعة. فبعض القنوات بالتأكيد خرجت عن الموضوعية تماما، خرجت عن الصورة الحقيقية للإعلام وتحولت إلى يعني دعاية مباشرة لجانب واحد دون الآخر وخبط في الجانب الآخر إلى آخره. موجودة هذه للأسف يعني. بعض القنوات بتحاول تتوازن، أو بعض الصحف حتى كمان نفس، إنما برضو المحاولة خاضعة لتأثير القائمة الأخرى بما تمتلكه من خبرات معينة في دفع أجهزة إعلامية إلى مواقف معينة بشكل أو بآخر وبطريقة أو بأخرى. الخبرات دي مدح ولا ذم؟ نعم، كلمة الخبرات المعينة مدح ولا ذم؟ لا ده هنا ذم، هنا ذم لأنها خبرات مش غير محمودة. غير محمودة جدا. يعني يقول إيه مثلا غير محمودة جدا؟ كلمة جدا هتخرجنا من حاجة يعني. نقول غير محمودة جدا. استاذ حمدي، يعني لمين، مين السبب؟ يعني النهارده سيادتك وانت نقيب للاعلاميين وعضو اللجنه الهيئه الوطنيه للاعلام، عندما تكون الساحه في الاعلام ككل وعلى الاعلام الرياضي بوجه خاص على هذا النحو، على من نحمل المسؤوليه؟ نطلق الرصاص على من؟ على انفسنا احنا ابناء التلفزيون، ولا على اساتذتنا، ولا على مين انها تركت الساحه بهذا الشكل حتى تولاها كل يعني البعض. البعض يعني ينقصه سنوات لكي يكون جاهز لمين؟ يعني هي حالة الإعلام بصفة عامة. احنا خدنا الإعلام الرياضي كنموذج، انما بصفة عامة حالة الإعلام اصابها ما اصاب المجتمع من حالة فقدان للتوازن والقيم والمبادئ سقطة. انفلات. انفلات يعني ما تحملهاش. وايضا لغياب الجهه التي تتابع وتراقب. قبل كده كانت الدوله بتتدخل. الدوله شلت ايدها من العمليه ديت، ملناش دعوه، المجتمع المدني متمثلا في نقابه الاعلاميين هي اللي تتولى ده. انت عارف يا خالد طبعا النقابه اتاخرت قد ايه على ما طلعت. طبعا ده كانت حروب يا فندم. اتاخرت بشكل بشع، وحتى وقتنا هذا في بعض العقبات بنحاول نتخلص منها. انما النقابه لما بتستكمل قوتها تماما اعتقد هتقوم بدورها، واعتقد هتنجح ولو بنسبه 70% من اعاده التوازن للاعلام كله. هل في خطوات يا فندم ابتدت تؤخذ بهذا الشأن؟ احنا فعلا بدأنا، ويمكن تعلم كابتن محمد ان احنا اوقفنا اكثر من اعلامي واعلاميه واخدنا خطوات في هذا المجال، وطلعنا ميثاق الشرف الاعلامي اللي هيكون ملزم تماما. طب هل مالك القنوات بيستجيبوا؟ اللي حصل ان كلهم كانوا بيستجيبوا بصراحه وبنفذوا تماما وبنتصل بيهم وبنبعت لهم، انما حصلت وقعه اخيره يعني خاصة بأحمد موسى، لما هو كجزء من ما يحدث في الإعلام ذاع فيديو أساء لرجال الشرطة والقوات المسلحة في حادثة الواحات. نعم. وإحنا أخذنا موقف، إنما اللي عطل العملية إن في لبس لدى المجلس الأعلى للإعلام، و يعني اطلقوا تصريحات ان لا ده الفيديو ده دس عليه، ده مش مبرر برضه يعني. مفيش حاجه اسمها دس عليك ازاي وانت راجل عندك رئيس تحرير وانت اساسا لازم تسمع الحاجه وتعرف. وهو في الاساس اعتقد كان صحفي. هو صحفي اعتقد. هو صحفي. صحفي يعني. اذا لما هو بقى المجلس الاعلى قال له لا ده كفايه انه يعتذر الى اخره. احنا كنا خدنا قرار بالايقاف والتقدم للتحقيق. فالعمليه يعني
جمدت، مش عايز اقول انتهت او حاجه، انما هي جمدت، لان احنا ما زلنا عند موقفنا من المحاسبه عما حدث.